مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله اينما كنتم في برنامجكم ثنايا الخبر. في المحور الاول كنا قد تحدثنا عن تقدم قوات النظام باتجاه خان شيخون واستراتيجيه المعركه، والان في المحور الثاني سوف نتحدث عن التوتر بين روسيا والحرس الثوري الايراني شرق سوريا عقب بناء كل منهما قواعد عسكريه في المنطقه. قبل ذلك نذهب واياكم لمتابعه اخر التطورات. انعقاد مفاوضات حول مدينة طفص بريف درعا مع وفد من المدينة، وضباط النظام يشترطون تسليم الأسلحة والمطلوبين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية والسماح بنشر الحواجز ووقف الهجمات. الفصائل المقاتلة تستهدف بعربة مفخخة قوات النظام المتمركزة قرب خان شيخون بريف إدلب الجنوبي. إصابة 3 مدنيين بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في بلدة قباسين بريف حلب الشرقي. شبكة فرات بوست تقول إن قوات سوريا الديمقراطية شنت حملة دهم وتفتيش واسعة بمشاركة مروحية للتحالف الدولي في مدينة الرقة على خلفية إطلاق النار على قائد الأمن العام في المدينة. قوى الحرية والتغيير في السودان تعلن التوصل إلى توافق على تسمية مرشحيها 5 في المجلس السيادي. مقتل 63 شخصا بتفجير استهدف حفل زفاف في العاصمة الأفغانية كابول، وتنظيم الدولة يتبنى. وأخيرا انخفاض سعر صرف الليرة السورية لتسجل 612 ليرة للدولار الواحد، 679 ليرة مقابل اليورو، و 110 ليرات أمام الليرة التركية. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى المحور الثاني من برنامجكم ثنايا الخبر، نتحدث فيه عن التوتر بين روسيا والحرس الثوري الإيراني شرق سوريا عقب بناء كل منهما قواعد عسكرية في المنطقة. نرحب مرة أخرى بضيوفنا الأستاذ محمد سالم الباحث والمحلل السياسي في مركز الحوار السوري، مرحبا بك أستاذ محمد، وأيضا العقيد عبد الله الأسعد المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفنا من إسطنبول، مرحبا بكم سيادة العقيد. مشاهدينا، إذن تتسارع خطى إيران وروسيا للسيطرة على شرق سوريا وتنشئ كل منهما قواعد عسكرية بغية زيادة النفوذ في تلك المنطقة. متابع معنا التقرير التالي ونعود للنقاش. ما بين روسيا وإيران تعيش منطقة شرق سوريا تجاذبات عسكرية كبرى، حيث بدأ الطرفان بتشييد قواعد عسكرية هناك. الأولى أنشأها الحرس الثوري الإيراني بالقرب من محطة تجميع النفط تيتو جنوب مدينة البوكمال بنحو 50 كيلومتر على الحدود مع العراق. وهذا السوق المعمل. أما الثانية فقد أنشأها الروس في بلدة الجلاء الواقعة شرق مدينة دير الزور بنحو 100 كيلومتر على الطريق الواصل بين مدينة الميادين ومدينة البوكمال. البوكمال محور الحديث في هذا التنافس، حيث المعبر الحدودي مع العراق. تعمل إيران على إعادة فتحه لاستخدامه بشكل رسمي، رغم استخدامها لمعابر غير رسمية لنقل المقاتلين والسلاح إلى سوريا. فيما تحاول روسيا وضع يدها على هذا المعبر بغية السيطرة على حركة المرور فيه. آلان روديه مدير البحوث في المركز الفرنسي للبحث الاستخباراتي قال في تقرير نشره في نهاية عام 2018 إن روسيا أبدت في أكثر من موقف انزعاجها من إيران، وبدأ هذا الأمر واضحا في محافظة دير الزور عندما منع الروس الميليشيات الإيرانية من السيطرة بشكل منفرد على مدينة الميادين القريبة من أهم حقول النفط في سوريا، لتبقى المنطقة رهينة البحث عن زيادة السيطرة وتوسيع النفوذ بين طهران وموسكو. نرحب
نذكر مرة أخرى بضيوفنا هنا في استوديو الأستاذ محمد سالم الباحث والمحلل السياسي في مركز الحوار السوري، وأيضا ضيفنا العقيد عبد الله الأسعد المحلل العسكري والاستراتيجي من إسطنبول. لو بدأت معك ضيفي هنا في استوديو أستاذ محمد، يعني قواعد عسكرية لروسيا وإيران شرق سوريا، إلى أين ستصل المنافسة بين روسيا وإيران؟ يعني المنافسة مستمرة بالتأكيد، خاصة في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها أو فيها نفوذ النظام. نحن نعلم أنه منطقة الجزيرة أو المنطقة الشرقية عموما ينقسم جزء منها أو جزء تحت سيطرة النظام، والجزء الآخر تحت سيطرة قوات سورية ديمقراطية، وهي منطقة غنية بمختلف أنواع الثروات وأهمها الثروة النفطية، وهي الثروة المهمة للطرفين. بالتأكيد روسيا لم تأتي إلا لتستفيد من استثماراتها سواء في موضوع الغاز في الساحل أو النفط، لكن بالنسبة لإيران هناك أسباب أخرى حقيقة، ليس فقط سبب يعني الموضوع النفطي أو موضوع الثروة، أنه المنطقة تعتبرها منطقة معبر استراتيجي من إيران فالعراق فسوريا ثم لبنان. لذلك اليوم في حديث مثلا أنه في حال توترت الأمور في مضيق هرمز وممكن صار يعني تم إيقاف عبور الناقلات النفطية، يمكن للعراق ولإيران التصدير عبر الموانئ السورية، موانئ اللاذقية وطرطوس. لذلك المعبر العبور من إيران إلى العراق فسوريا فلبنان أو فاللاذقية مهم لأسباب سواء عسكرية أو استراتيجية أو حتى اقتصادية يمكن أن تستعين بها إيران كطريق بديل لتصريف بضائعها، وأعني النفط بالدرجة الأولى. نعم سيادة العقيد، يعني إلى أي مدى يمكن القول أن روسيا قادرة على منافسة إيران شرق الفرات يعني أو شرق سوريا؟ يعني إذا أردت أن نسميها منافسة لنسميها منافسة، إنما يعني هي أقرب إلى تقاسم الاحتلال. يعني هؤلاء الطرفين محتلين، إيران أسست الشيء الكثير وقامت بإنشاء قواعد لها، قواعد أولا قواعد دينية، مزارات حسينيات في هذه المنطقة، ومن يوجد في المنطقة، طبعا هي في المنطقة منطقة الشامية التي تتغلغل فيها إيران، الميادين البوكمال، هذه المنطقة كما تفضل ضيفك بأنها هي عبارة عن مراكز وقواعد يعني لإيران، قواعد وخزانات بشرية في هذه المنطقة، وتجعلها عبارة عن بداية للقوس الشيعي، يعني الهلال الشيعي الذي طبعا يبتد من العراق مرورا بسوريا إلى لبنان. هل روسيا لا تريد يعني هذا الامتداد الطائفي إن صح التعبير شرق سوريا؟ السؤال مرة ثانية لو سمحت. نعم أقول يعني هل يمكن القول أن روسيا لا تريد أن يكون هنالك صبغة طائفية شرق سوريا من خلال إيران، ولذا هي تحاول أن يعني تأخذ نفوذ لها على حساب النفوذ الإيراني؟ بالتأكيد، يعني هي بالبداية منذ أن دخلت روسيا إلى سوريا طبعا حاولت تشكيل الفيلق الخامس الموالي لها بشكل كبير جدا، لأنها رأت بأن إيران في ليس في المنطقة الشرقية، حتى ضمن دمشق وضمن المنطقة الوسطى وفي الساحل، وجدت أن إيران يعني قد غلغلت كثيرا في الشعب السوري، فقامت بإنشاء الفيلق الخامس. وحاليا المنطقة كما تفضلت، المنطقة الشرقية بدأ فيها التشيع بشكل كبير جدا، بجانب كل حسينية وبجانب كل مزار قامت به إيران تمت زرع قواعد عسكرية. بالتأكيد طبعا روسيا، يعني روسيا عبارة أو هي الصديق العدو لإيران، الصديق العدو لإيران، يعني هي متفقة مع الاحتلال سوريا، وما في لا يوجد أي مشكل تأخذ يعني من الأراضي السورية ما شاءت، ولكن ضمن يعني كف صحتين كف يدها عن المناطق الحساسة والهامة في هذه المنطقة، لأن في الطرف المقابل في الجزيرة القوات الأمريكية متواجدة بشكل كبير. إذن روسيا يجب أن تخلق توازنا عسكريا في هذه المنطقة في مناطق موجودة فيها إيران، لذلك لا بد من إزاحة طبعا إيران بتفاهم، ممكن أن تكون هناك تفاهمات بأن
طبعا يعني عمليات روسيا سواء كانت برية أو جوية متفق بينها وبين الإيرانيين، والميليشيات أيضا التي تقوم الآن مثلا بهجوم بري هي تعمل بأمرة مثلا قاسم سليماني وتعمل بأمرة الحرس الثوري الإيراني. يعني لابد من اتفاق يعني يحتوي ضمنه منافسة، وطبعا لا يصل إلى حد الاختلاف الكلي، وإنما طبعا أمور متفق عليها حتى مع الأمريكان في الطرف المقابل، هذه أمور متفق عليها بأن إيران لها الحق بأن تتمدد في مناطق فقط محدودة، وروسيا لها هدف أيضا بأن تكون أيضا قريبة من الولايات المتحدة الأمريكية، من قوات الأمريكية في شرق الفرات، لأن كثير من طبعا العمليات المشتركة بين الأمريكان وبين قسد كانت روسيا موجودة في غرف العمليات وتقدم دعم لقسد، وفي بعض الأحيان للحشد الشعبي. هؤلاء جميعهم يعني ملة واحدة. طيب. يعني إذا نعم ينسقون يعني من الجانب العسكري إلى الجانب العقائدي، نعم. هم طبعا يعني متفقون على قتل الشعب السوري وتهجيره. طيب. وتشريده، وإذا كانوا جنبا إلى جنب يقاتلون جميعهم ضد الجيش الحر والفصائل الثورية، الكل متفقين على أن هذه الفصائل الثورية التي تقاتل نظام الأسد هي عدو لهم، لذلك يجب بعده. طيب. والتكاتف. نعم. على كل فصل أخير ونعود لمتابعة نقاشنا حول هذا المحور، لكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام، ما سبب تمسك إيران بمعبر البوكمال شرق سوريا؟ ابقوا معنا. أرقام ومؤشرات ترتفع وتنخفض، خسائر بمئات المليارات ونزيف بالثروة البشرية، تضرر كبير بالبنية التحتية وغياب للخدمات الأساسية. نقترب من الناس ونسلط الضوء على همومهم وإنجازاتهم، نحلل واقع الاقتصاد السوري ونناقش مستقبله مع خبراء اقتصاديين. برنامج اقتصاد سوري أقدمه لكم أنا براء باشا على قناة حلب اليوم. سوريا بروح شبابها، ولأنه عائلتنا هي أنت. برنامج شباب لك بيطرح وبيعالج مشاكل وهموم الشباب، قضاياهم ونجاحاتهم بسوريا وبدول اللجوء، كل شيء بيتعلق بالصحة والتكنولوجيا، أهم المواضيع المطروحة على السوشيال ميديا رح تشوفوها أسبوعياً معي أنا إسماعيل مسالمة وأنا آلاء الأحمد على شاشة قناة حلب اليوم الفضائية. من بين اليأس والتهجير والحرب والدمار يضيء هذه الظلمات بصيص أمل يرسمه أشخاص حاولوا تجسيد أحلامهم على أرض الواقع. سواعد تنسج لنا في كل أسبوع حكاية نجاح تبث فينا أمل سوريا المستقبل. سواعد أمل تشاهدونه على قناة حلب اليوم. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، حياكم الله إنما كنتم في محورنا الثاني من برنامجكم ثنايا الخبر. نتحدث عن التوتر بين روسيا والحرس الثورية الإيرانية شرق سوريا عقب بناء كل منهما قواعد عسكرية في المنطقة. قناة حلب اليوم أجرت استطلاعا للرأي على صفحتها في فيسبوك، وكان نص السؤال: بعد إنشاء قواعد عسكرية روسية إيرانية شرق سوريا، هل تتوقع تصاعد الخلاف بين الطرفين؟ الإجابات كانت على الشكل التالي: 54% قالوا نعم، و 46% أجابوا بلا. ضيوفي هنا في الاستوديو، طبعا ضيفي هنا في الاستوديو أستاذ محمد سالم الباحث والمحلل السياسي في مركز الحوار السوري، مرحبا بك. وأيضا أرحب بك سيادة العقيد عبد الله الأسعد المحلل العسكري والاستراتيجي من إسطنبول.
أستاذ محمد، كيف تعلق على نتيجة الاستطلاع؟ يعني هي متقاربة جدا، وربما يعني هنالك انقسام في الرأي. بالتأكيد يعني الرأي العام عادة ما يتابع الأمور على ظاهرها أو بحسب ما يظهر منها بشكل واضح وفاقع، وبالتالي الخلافات الإيرانية الروسية لا شك أن هناك خلافات، لكن هذه الخلافات تكتيكية لا ترقى إلى أن تكون استراتيجية كما تفضل بها كما تفضل بذلك سيادة العقيد. بالتالي هم قادرين حقيقة بالمجمل على إدارة خلافاتهم. الآن العامل الذي يزيد هذا الخلاف ويغذيه لاحقا والذي يمكن أن يظهر بشكل أكبر هو العامل الإسرائيلي. موسكو تلعب بالورقة الإيرانية وتريد إرضاء إسرائيل إلى حد ما، ولكن هي غير قادرة تماما على إرضائها، بمعنى أنه يعني إسرائيل عندما تقول تريد إخراج إيران تماما من سوريا وهذا هدف بعيد المدى، حتى الروس لوحدهم عمليا غير قادرين وليس لديهم إرادة أبدا، لأن الإيرانيين بالنتيجة هم حلفائهم على الأرض إلى حد ما، وإن كانوا ينازعونهم وينافسونهم النفوس. فالجميع حقيقة لا يريد خروج كامل لإيران، وإنما يريد أن يحدد هذا الوجود الإيراني وفق ما يتوافق مع مصلحته. هناك هامش لا يسمح لإيران أن تخرج عنه. بالضبط، وهذا الهامش يختلف ما بين الروس والإسرائيليين. الإسرائيليون ربما يعني هامشهم قليل جدا، يعني يريدون أن يحددوا الوجود الإيراني بدرجة قليلة جدا. الروس ما عندهم مشكلة كبيرة مع النفوذ الإيراني، وإن كان وجدنا ميولا روسية باتجاه الإرضاء الإسرائيلي، ذلك لنفوذ إسرائيل في المنطقة، لأن هناك مصالح روسية إسرائيلية مشتركة في موضوع الغاز، تطوير الطيارات بدون طيار، هناك الكثير من المصالح المشتركة ما بين الروس والإسرائيليين. لذلك يعني المشاهد هنا عندما يشاهد سوف الذي يشاهده هو عمليا تحالف الطرفين على الأرض حتى فترة قريبة، يعني خاصة بداية التدخل الروسي كان التحالف واضح، كانت الميليشيات الروسية تقصف الطائرات الروسية تقصف، والميليشيات الإيرانية هي التي تتقدم على الأرض. لاحقا الروس بالفعل بنوا لأنفسهم سواء الفيلق الخامس سواء قطع أخرى من الجيش، حاولوا أن يستغنوا عن الإيرانيين. لكن بالتأكيد ما تنقله مصادر أو مراكز الأبحاث الأخرى عن النزاعات ما بين الطرفين، عن الميليشيات التي تتقاتل على الأرض ما بين الطرفين، من فترة في حلب، في مدينة حلب كان هناك طلب رفع من عديد من التجار الحلبيين بأنه برفضهم للقوات الرديفة التي يقصدون بها الميليشيات الإيرانية، وطلبوا بشكل خاص الشرطة العسكرية الروسية لأنهم اعتبروا أن تعاملها أفضل نسبيا. فهناك صراع ناعم يمكن أن نصفه كلمة ناعم، ربما خلاف في وجهات النظر ويعني ترتيب الأوراق والنفوذ، ولكن هنالك يعني كما توافق استراتيجي، توافق استراتيجي في المنطقة على وجود الطرفين. على كل الأحوال يعني تحدث عن ذلك سيادة العقيد أيضا ضيفنا من إسطنبول. سيادة العقيد، يعني لدى إيران القدرة على نقل المقاتلين والسلاح بعيدا عن المعابر، ما سبب تمسكها بهذه المعابر بين العراق وسوريا؟ طبعا هي لها أكثر من معبر، في معبر جوي ومعبر بحري ومعبر البري الذي طبعا هو من اتجاه البوكمال. هناك قاعدة، تم إنشاء قاعدة إيرانية بجانب معبر البوكمال. يعني طبعا الدول تهتم بكل شيء، تهتم بكل المعابر، لأن طبعا عمليات النقل أحيانا تكون يعني مكشوفة لدى الاستطلاع مثلا الإسرائيلي في مطار دمشق الدولي. هناك الكل يعرف هناك عبارة عن جزء عسكري لطائرات إيران التي تهبط في مطار دمشق الدولي وتفرغ حمولتها هناك. ولكن هذا المعبر البري إيران تخطط لإقامة سكة حديد، سكة حديدية تعبر هذا المثلث الشيعي وصولا إلى بيروت، إلى الساحل المتوسط في بيروت، فلن تستغني عنه بشكل كبير. هي ليست فقط من أجل نقل المقاتلين، هي تخطط في المستقبل لكي تكون كل يعني المكاسب التي أخذتها من يعني من وراء التبجحات الدينية والروحية بحماية المراقد المقدسة لديها، هي تريد أن تحصل على مكاسب جيوسياسية على الأرض. وأخذت من نظام الأسد مساحة ما يقارب 5000 كيلومتر على الأراضي السورية، وأخذت جزء من مرفأ اللاذقية مقابل المرفأ طرطوس للروس. فهي يعني ماذا تفعل إيران؟ هي دائماً تأخذ مكانا موازي لتواجد الروس. مفهوم. وأيضا يعني أيضا هناك لإيران
مصانع تطوير أسلحة في الساحل السوري، في بانياس، في الشيخ غضبان، في وادي جهنم جنب مصياف، يعني هي والروس يعملان جنبا إلى جنب. طيب. على كل الأراضي. مفهوم مفهوم. داني أعود لضيفي هنا في الاستوديو، وربما يعني الوقت انتهى تقريبا. أستاذ محمد، يعني قبل الفاصل تحدثنا ربما أو أشار سيادة العقيد عن الدور الأمريكي، وروسيا تريد أن تكون قريبة من مسرح العمليات ومن التواجد الأمريكي، نتحدث في أرميلان ومناطق النفط. طيب ماذا عن منطقة 55؟ يعني شرق سوريا هنالك قاعدة تنف، ومنطقة 55 كانت روسيا تطالب كثيرا بها وتقول أنه والله القوات اللي ما دخلت بتنسيق مع النظام وبطلب من النظام عليها الخروج. هل يأست يعني روسيا من هذا المطلب، ولذا هي تقوم بترتيب أوراقها ووجودها شرق الفرات؟ لا أعتقد أن هناك ارتباطا ما بين الملفين. يعني روسيا تحاول أن تضع نفوذها في المناطق النفطية، فيما هذه المنطقة هي منطقة أقرب لكونها استراتيجية. يعني بطبيعة الحال هي لا تطالب أمريكا بالانسحاب من هذه المنطقة فقط، هي تطالبها بالانسحاب من كامل سوريا. ولكن البو كمان أيضا قريبة، يعني تعتبر من منطقة، يعني هي بالمنتصف. صحيح. لا شك أنه يعني روسيا لديها كما يقال عقدة نقص العظمة، يعني هذا الدافع، وإن كان ليس دافعا يعني ربما مسيطرا تماما، لكن له نسبة، بمعنى أنه يعني وجود قواعدها أمام القواعد الأمريكية، دائما هي تحاول أن تظهر أمام العالم أنها ند للولايات المتحدة، وأنه يعني وريثة الاتحاد السوفيتي الذي عاد. ولا شك أنه هذا الدافع موجود جزئيا حتى في سوريا، لكن أعتقد أنه هناك دوافع محلية، بمعنى أنه يعني عندما تبني روسيا قاعدة ما في منطقة ما، فلأهميتها النفطية بالدرجة الأولى، لأنها تحمي نفوذها في هذه المنطقة، لأنها تحاول أن ترتب لنفوذ طويل الأمد في سوريا في المنطقة الشرقية. أشكرك جزيل الشكر لمشاركتك معنا في هذه الحلقة، الأستاذ محمد سالم الباحث في مركز الحوار السوري، باحث ومحلل سياسي طبعا. وأشكر أيضا ضيفي العقيد عبد الله الأسعد، المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا من مدينة إسطنبول التركية. الشكر أكبر موصول لكم مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على طيب المتابعة لحلقة اليوم من ثنايا الخبر. تحدثنا في محورها الثاني عن التوتر بين روسيا والحرس الثوري شرق سوريا عقب بناء كل منهما قواعد عسكرية في المنطقة. في المحور الأول كنا قد تحدثنا أيضا عن تقدم قوات النظام باتجاه خان شيخون واستراتيجية المعركة. على أمل اللقاء بكم مجددا، أستودعكم الله وإلى اللقاء.